أيها الأحبة، اليوم سيكون حديثنا عن بصمة الدماغ. نحن نعلم أن هناك بصمة للأصابع، وكل مخلوق، كل إنسان على وجه الأرض من 7 مليارات إنسان أو أكثر له بصمة إصبع تختلف عن الآخر. هذه البصمة للإصبع أيها الأحبة هي دليل قوي على أن تكاثر الإنسان، تطور هذا الإنسان عبر آلاف السنين يتم وفق عملية مبرمجة وليست حسب المصادفات العشوائية. ونحن عندما نقول تطور الإنسان لا نعني أنه تطور من قرد، التطور موجود ولكن موجود على مستوى الجنس الواحد، يعني البشر يتطورون ولكن الأصل هو سيدنا آدم عليه السلام. هؤلاء البشر أيها الأحبة لكل واحد منهم بصمة إصبع تختلف عن الآخر حسب نظرية الاحتمالات. أحبتي في الله، لو أردنا أن نقول إن المواليد الجدد يخلقون حسب الطفرات العشوائية للجينات، ما يحدث أثناء التكاثر من جينات، من طفرات عشوائية وعمليات التزاوج بين الذكر والأنثى، النطفة المذكرة تمتزج وتختلط مع النطفة المؤنثة وهي البويضة لتشكلان النطفة الأمشاج. لو كانت العملية تتم عن طريق نظرية الاحتمالات والعشوائية والمصادفات كما يدعي علماء التطور، إذن لكان لدينا احتمال أن نجد تشابه بين بعض البشر في موضوع بصمة الإصبع، لوجدنا الاحتمال كبيرا. ولكن حتى الآن يعني لا نعرف أن هناك بصمتي إصبع متطابقتين 100%، وإذا حدث ذلك كحالة شاذة في إصبع لا يحدث في الأصابع العشرة، يستحيل ذلك. معنى هذا أن عملية خلق الإنسان هي عملية مبرمجة. اليوم أيها الأحبة، العلماء يكتشفون أيضا أن لكل واحد من هؤلاء المليارات 7 على وجه الأرض له بصمة دماغ محددة، فدماغ كل واحد منا يصدر ترددات كهرطيسية بشكل دائم تتناسب مع نشاط المخ، وتتعلق هذه الترددات الكهرطيسية بنوع العمليات والأنشطة التي تجري في دماغ الإنسان. فالإنسان الخائف يصدر موجات كهرطيسية تختلف عن الإنسان المطمئن. الإنسان الحزين أو المكتئب شكل الموجات التي يطلقها مختلف عن إنسان سعيد أو فرح. فالإنسان أيضا عندما يتذكر تفاصيل موقف ما، يتذكر حدث معين، شيء مر به، فإن دماغه يصدر ترددات كهرطيسية تختلف عن تذكره لمشهد آخر. فالدماغ أيها الأحبة مصمم ليطلق هذه الموجات الكهرطيسية التي تبدأ منذ الليلة 42. إذن هذا الدماغ صممه الخالق تبارك وتعالى ليطلق هذه الموجات الكهرطيسية منذ أن يكون الإنسان جنينا في بطن أمه عمره 42 يوما. ونحن لدينا حديث عظيم رواه الإمام مسلم رحمه الله، يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وعظامها وجلدها ولحمها، وفي رواية أخرى ونفخ فيها الروح. اعتبر العلماء أن هذه الموجات التي يبثها الجنين بعد 6 أسابيع أي 42 يوما من عمره، ويكون حجمه بحدود سنتيمتر تقريبا، يبدأ دماغه بإطلاق هذه الموجات التي تدل على وجود الروح، وكأن كل إنسان له روح مختلفة عن الآخر. طبعا الموجات الكهرطيسية ليست هي الروح أيها الأحبة، هي الدليل أو هي من آثار وجود الروح التي ينكرها الملحدون، ينكرون الروح. إذن بماذا تفسرون هذه الموجات الكهرطيسية التي يطلقها الدماغ؟ ما الذي يجعل هذا الطفل أو هذا الجنين بسن 42 يوما يطلق هذه الموجات الكهرطيسية التي تستمر حتى يموت؟ من الذي أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرقم 42 من عمر الجنين؟ كيف علم أنها دليل على نفخ الروح؟ والعلماء يقولون ذلك، يقولون بعد اليوم 42 يبدأ هذا الطفل بتمييز، يعني موضوع السمع والبصر والإحساس بالألم يبدأ بعد اليوم 42 أيها الأحبة. شعور الإنسان بالألم يبدأ بعد اليوم 42.
التصور، كأن هذه الروح هي المسؤولة عن موضوع الألم وموضوع حركة الإنسان وحياته. والملحدون الذين أنكروا الروح نوجه لهم سؤالا: كيف تفسرون وجود هذه الموجات الكهرطيسية التي أنتم من اكتشفها، وأنتم من قال هي دليل على وجود الإحساس والألم، وأنتم من وضعتم الأجهزة وقلتم إنها تتوقف بعد موت الإنسان بنصف ساعة تقريبا، ما هو الدليل؟ إذن هذه الموجات الكهرطيسية عندما حللها العلماء وجدوا أن كل واحد من 7 مليارات إنسان الآن على وجه الأرض له موجات كهرطيسية مخطط دماغ يختلف عن الآخر. سبحان الله، لا يمكن أن يتشابه إثنان أبدا. العلماء أيها الأحبة طوروا تقنية بصمات الدماغ. الدكتور لاري فارويل ابتكر طريقة لقراءة الترددات الكهرطيسية اللا إرادية التي يصدرها الدماغ استجابة لرؤية صور معينة. عندما تنظر إلى مشهد أو صورة معينة يحدث لديك أثر في دماغك. فأنت عندما تنظر إلى مثلا إنسان يبكي، طفل يتيم يبكي، يحدث لديك نوع من العاطفة تتعاطف معه. على عكس عندما تنظر لإنسان مجرم مثلا لا تتعاطف معه، إحساس آخر. هذا الباحث طور هذه التقنية للتعرف على الصدق والكذب الخاص بالمجرمين أثناء التحقيق معهم. طبعا على خلاف جهاز كشف الكذب، فإن دقة تقنية بصمات المخ أو بصمة الدماغ تكمن في قدرتها على التقاط الإشارة الكهربائية التي تعرف باسم B300 قبل أن يستطيع المشتبه به التحكم في انفعالاته. لأن القرار أيها الأحبة، يعني أنت عندما يوجه لك سؤال الإجابة تحضر هنا في دماغك ثم تنطلق على لسانك، فأنت تتخذ القرار قبل عدة ثواني في دماغك ثم تنطقه على لسانك. هذا الجهاز يقيس الإشارة B300 التي تدل على نشاط المخ قبل أن تصل هذه الإشارة إلى اللسان لينطق بها، قبل أن يحاول أن يكذب ويؤلف. وبالتالي يأخذون الإشارة الدقيقة فيتعرفون بأن المجرم يكذب أو أنه صادق بريء. طبعا أيها الأحبة، تمكن العلماء اليوم من استخدام هذه البصمة، بصمة الدماغ أو هذه الإشارات الكهرطيسية التي يطلقها الدماغ، إلى تشغيل جهاز كمبيوتر. يعني اليوم هناك أجهزة كمبيوتر تعمل فقط من دون الكلام ومن دون اللمس، فقط بالنظر والتفكير بكلمة ما. يعني أنت مثلا تفكر مثلا بكلمة أو باسم الله تعالى، عندما تفكر بهذا الاسم دماغك يعطي موجة لها شكل معين، الكمبيوتر يلتقطها ويحللها ويرسم لك اسم الله أو يكتب اسم الله. سبحان الله، مثال يعني على ذلك. فاليوم أيها الأحبة، هذا الأمر كان خيال علمي، ولكن اليوم بدأ العلماء بتحقيقه بالفعل، يعني بخاصة في معهد التشغيل الآلي في مدينة بريمن الألمانية، تمكنوا من التوصل إلى جهاز جديد للتحكم عن بعد في جهاز الكمبيوتر. والدكتور فارويل يقول إن هذه التقنية علمية جدا. بصمات المخ ليس لها مشاعر وليس لها علاقة بالأحاسيس ولا بإفرازات العرق، هي ببساطة تحدد بشكل علمي إذا كانت المعلومات موجودة في الدماغ أم لا. تصورتم أيها الأحبة، يعني خطورة هذه الطريقة أنها تكشف بدقة ما يدور في دماغك بغض النظر عما تنطق أو ما تحاول كذبه أو ما تحاول تلفيقه. تأخذ المعلومة الصادقة من الدماغ وتظهرها، وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يخدع هذا الجهاز إذا أراد أن يكذب. إذن أيها الأحبة، هذه الطريقة أيضا لا تعتمد على التأويل غير الموضوعي للشخص الذي يجري الاختبار عليه. فالكمبيوتر يراقب المعلومات ويفيد بميزات أو خصائص هذه المعلومات الموجودة بالفعل. ويقول الدكتور فارويل دقة هذا الجهاز تصل إلى 100%. سبحان الله. هنا أيها الأحبة، يعني كان لدينا بحث يتحدث عن علاقة القلب بالدماغ، أن الدماغ هذا لا يستطيع العمل بمفرده من دون القلب.
لأن القلب هو الذي يغذيه بالدم، فإذا انقطع الدم عن الدماغ يتوقف ويموت الإنسان، توقف الدماغ تماما. فالقلب يضخ مع الدم رسائل كيميائية ورسائل كهرطيسية أيضا، لأن المجال الكهرطيسي للقلب أقوى من الدماغ، أقوى بكثير على فكرة، فهو يؤثر على المخ ويأمر هذا الدماغ أن يتخذ إجراءات معينة. إذن المعلومة الصادقة تخرج من القلب باتجاه الدماغ وتعطي هذه الإشارة الصادقة التي سماها الباحث ب300، وبعد ذلك يبدأ الإنسان بمحاولة الكذب فيجري الكذب على لسانه. تمام؟ الآن لدينا آية في القرآن أنا أود أن أستعرضها معكم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. سبحان الله، انظروا أيها الأحبة دقة كلام الله تبارك وتعالى، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي أن هناك منطقة في القلب تتشكل فيها المعلومة الصادقة يرسلها للدماغ. طبعا القرآن أخذك باتجاه القلب باتجاه المصدر الرئيسي. العلماء طبعا منهم من يعترف بهذا الكلام ومنهم من يقول القلب ليس له علاقة، إنما نحن نعتقد أن هذا القلب الذي له مجال كهرطيسي أقوى من الدماغ والذي هو مسؤول عن تغذية الدماغ بالدم وبعض الهرمونات تمر عبر الدم والأغذية والعناصر المعدنية والكذا التي موجودة في الدم، نظام المناعة إلى آخره، كله يمر عبر القلب. القلب هو الذي يقوم، ونحن لم نكتشف كل أسرار القلب حتى الآن أيها الأحبة. هذه المعلومات الصادقة تصدر إلى الدماغ وتتفاعل مع الدماغ، بعد ذلك إذا أراد أن يكذب الإنسان ينطق الكذب بلسانه. لذلك القرآن عبر عن هذه الجزئية قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. تمام أيها الأحبة، إذن هذه المعلومة أنبأ عنها القرآن. الشيء الثاني، نحن نقول لكل ملحد أنت إذا كنت تعجب وتدعي أن القرآن يحوي أساطير، أن هذا الجلد سينطق والبصر سينطق والسمع سينطق واليد والأرجل ستتكلم، فنحن نقول لك إن العلماء اكتشفوا أن الدماغ بموجاته الكهرطيسية يتكلم، فالله أقدر من العلماء على أن يجعل لهذه الأعضاء لغة. يعني اليوم نستفيد من بحث بصمة الدماغ أن العلماء استطاعوا أن يجعلوا هذه الموجات الكهرطيسية التي يطلقها الدماغ تتكلم وتأمر الكمبيوتر مثلا بعمل ما فيقوم به من دون حتى أن تنظر، بمجرد أن تفكر، حتى لو أغمضت عينيك وفكرت بكلمة معينة يكتبها الكمبيوتر الذي يلتقط شكل الموجة الصادرة من دماغك، لأن هذا الشكل يختلف من عبارة لأخرى، من كلمة لأخرى، من مشهد لآخر. إذا كان الدماغ ينطق، طيب من المنطق أن نقول إن الجلد ينطق. الله تعالى يقول حتى إذا ما جاءوها، طبعا هذا الكلام يوم القيامة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها، أي جاءوا النار، ماذا يحدث أيها الأحبة؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. الكافر يقول إن الأذن تسمع تشهد، البصر يرى، فيمكن أن يشهد لا يستغرب، ولكن يستغرب من شهادة هذا الجلد الذي في الدنيا لا ينطق، كيف نطق هذا الجلد؟ لذلك حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم، لم يخاطبوا السمع والبصر، خاطبوا الجلد. عندما رأوا هذا الجلد يتكلم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، هم لم يقولوا كيف تنطقون أو لما نطقتم، أرادوا أن يبقى الجلد يعني صامتا لا يتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ماذا تقول هذه الجلود؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لذلك أيها الأحبة هذه الآيات تدعونا للتفكر. الله تعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب هذا الإله العظيم الذي وضع لكل إنسان على وجه الكوكب بصمة لدماغه، تصوروا بصمة فقط للدماغ، أي مصادفة هذه تأتي لتعطي كل إنسان ميزة تختلف عن الآخر؟ وأتذكر معكم آية أيها الأحبة يمكن أن نفهمها بشكل مختلف معا. يعني الله تعالى يقول بلى عن الإنسان يخاطبه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان هي المعالم من أي شيء،
هذا المعنى الأساسي في الكلمة. البنان المعالم، فاعتبروا في التفسير أن بنان الإنسان هي الأطراف، هي العلامات المميزة فيه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فالله تعالى قادر على أن يسوي هذه البصمات التي تميز كل إنسان عن الآخر، قادرين على أن نسوي معالمه فلا تميز شخص من آخر، قادرين على أن نسوي حتى بصمة الدماغ فنجعل كل البشر لهم بصمة واحدة فلا تستطيع أن تميز بين شخص وآخر. هناك أيها الأحبة بصمة للعين يستخدمها الآن العلماء في اختراع أجهزة للكشف عن شخصية الإنسان. هناك بصمة للوجه، كل إنسان له بصمة وجه تختلف عن الآخر. بصمة لللسان، لو أخذنا مقطع من اللسان نجد تصميم اللسان يختلف من كائن لآخر، ولا يوجد لسانين متطابقين على وجه الأرض. هناك بصمة لشكل الأذن، هذا الشكل هذا يختلف بين 7 مليارات إنسان. من أغرب أنواع البصمات التي قرأتها مؤخرا بصمة للمشي، لو وضعنا 7 مليارات إنسان عدد البشر على الكوكب الآن وقمنا بتصوير كل واحد وهو يمشي، لا نجد أي 2 متطابقين، نجد لكل واحد طريقة في المشي تختلف عن الآخر، سبحان الله. طيب بالله عليكم، هذا الإله العظيم أيجحد؟ أينكر هذا الإله؟ أليست هذه آيات تدلك أيها الإنسان على وجود خالق عظيم؟ أليس هذا الخالق العظيم يستحق منا العبادة وأن نذكر هذه النعم التي أكرمنا بها، ونذكر هذه الآيات ونحمد الله تعالى؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.